بالك حكومة ولا تدفش ليك نفاتين لجوا. Yeah.
الجولة. شقيتي تعال. لك ليش قعدت عند منا؟ قوم اقعد هون شباب. شباك عم ترجو؟ شو بالظاهر أول مرة بفوت على السجن يعني؟ إيه خير خير. شو عامل حتى دخلوك لهو؟ أخي على حب النبي اتركني بحالي، والله العظيم مالي ناقصك. ماشي ماشي روقوا. مسيك هلا حشرب لك بلعة مي بعدين بنحكي مسيك. على مالك على مالك. يا عمو ليش واقفه بخلقتي؟ روحي حضري السفرطاس لابوكي واخوكي، هلا يونس بيجي واذا ما كان جاهز بيعصب وبيضوج عليكي. طيب يا عمو طيب، بس شو؟ شو في؟ هي زينب مسكت كل الاكلات وحطتهم للقطاط اللي بالحاره. شو؟ كل الاكلات؟ ايه يا عمو، الله وكيلك حطت الدجاجات مثل ما هن، حتى الحاره تعبت قطاط. يلعن شيطانك يا زينب على هالعمله. قولي على قامتي، شو بدنا نطعم الرجال هلا؟ لا بدي اصرف ما تبع عبدو. عيني وراسي ضيعتني. اجا المعلم نوري يا شباب. يلا خطبوها. السلام عليكم. السلام يا ابو عبدو. ناولوا ناولوا طرحه ناولوا طرحه. على راسي معلم. اهلين ابن العم. وينك يا ابن العم؟ ازورنا والله عم اشتاق لك. بس انا مالي عم اشتاق لحدا. السلام عليكم يا مو. اهلين يا مو. مرحبا. اهلين يا مو. شو قصة القطاط مكوش على باب البيت؟ هي اختك زينب. زينب؟ شو دخلها بالقطاط؟ يا مو انا كنت طابخة دجاج ورز وقايمت لك لألك ولأبوك من راس العرمة. ما انا جاي مشان اخذهم الله وكيلك قاتلنا الجوع. اختك زينب رمتهم للقطاط وما صفي منهم شيء. شو هالحكي هاد؟ زينب؟ ولي زينب؟ تعال شوف. نعم اخي. شو العمل اللي عملتيه ولا شيطاني؟ شو عامله؟ قلي بس. مانك عامله شيء، ليش كبل اكل القطاط؟ ايه شو فيها؟ شو فيها؟ وانا وابوكي اللي واقفين على عصب رجلينا من الصبح، شو بدنا ناكل؟ ايه دبروا حالكم، على القليله انتم بتقدروا تدبروا حالكم، اما هدول قطط مساكين ما بيقدروا يدبروا حالهم. ماشي يا مو، لفينا عروستين زعتر وعروستين لبنه، خلينا ناكل. شو بدنا نعمل قطاط؟ على القليل الزيت والزعتر احسن من الدجاج، ايه ما في زنخة الدجاج بعدين. روحي من خلقتي ولي احسن ما امهم صار قدك. نلعي. شو ارتاح؟ شلون بدي ارتاح وانا بالحبس؟ سيدي بكره بتعود، تعال قلك اقعد هون تعال. شو اسمك انت سيدي؟ رشيد. اهلين رشيد. انا اسمي عبد الرحمن الشامي، بدهولي بيقولوا لي عبود. تشرفنا.
زعلان فيي، ما قلت لي ليش جيت لهون؟ أنا قتلت واحد فرنساوي. الله معيك، والله الله معيك، والله بيرفع الراس فيك أنت، تعوا اسمعوا لك عمي، تعوا اسمعوا. وأنت ليش هون؟ أنا والله أنا يا مرحوم البي أهل حارتي زقرتاوية جابوني لهون. شلون بقى؟ سيرة طويلة وراك يا رشيد. تعرف حارة اللوز أنت؟ إي بعرفها. كان في واحد بالحارة اسمه أبو خالد الفاكهاني صاحبي، متدين مني شوية مصاري، تأخر علي كثير، وأنا كنت متضايق وبدي المصاري، رحت لعند منه ولحتى طالبه فيه. إيه؟ إيه؟ قلت له أنا بدي المصاري، قام قال لي هلا أنا ما معي. قام أنا طلع خلاقي عليه، قلت له أنا هلا بدي آخذ المصاري وما بطلع من الدكانة لحتى تعطيني إياهم. صار يعيط من هون، أنا عيط من هون، شو بعرفني التمت أهل الحارة علينا. وقت اللي التمت أهل الحارة دفشني وقلعني برات الدكانة. الله وكيلك أنا الشياطين صارت تطبط قدام مني. توعدت له قدام أهل الحارة كلياتهم إني بدي أقتله. هلا بالليل طب غم انقتل الزلمة، شلون كيف؟ الله وكيلك ما بعرف. هلا يعني مو أنت اللي قتلته؟ لا لك رشيد اوعى تغلط، انا ما بقتل ابن حارتي. طيب كمل. من اخره الزلمه انقتل، كل اهل حارتي شهدوا ضدي انه انا اللي قتلته. ليش؟ لاني توعدت قدامهم منهم اني بدي اقتله. بس الله وكيلك لك رشيد، وانا اللي قتلته. المهم اخذوني بايديهم وكمشوني للفرنساوي، وانا عم اقول لهم لك مو انا يا جماعة، مو أنا اللي قتلته. ما كانوا ردوا علي، جابوني لهون، حكموني مؤبد، صار لي 10 سنين هون محبوس. معقول هيك يا بضاي؟ معقول تنحبس مؤبد كرمال كلمة؟ خليها لربك لك رشيد، خليها لربك. الله يصلحهم. معقول هيك أهل حارتك يعملوا فيه؟ والله قلبي أسود على أهل حارتي، وجواتي نار عم تشعيل، ما في شيء عم بطفيها منهم. اي معك حق، والله الظلم صعب. اي والله الظلم صعب، وجايهم يوم لسه الخير لقدام. كيف يا بضاي؟ ما قلت لي انك انت محبوس هون مؤبد؟ اي مظبوط. في عسكري فرنساوي خبرني انه عم يفكروا طالعوا كثير من المساجين نص مدة، وانا عم بدعي ربي اني يكون بيناتهم. ان شاء الله تزبط معي قسما بالله يا رشيد، لحتى خلي اهل حارتي يتمنوا الموت ما يلاقوا. لك هدول 10 سنين ظلم، عم تفهم؟ الله وكيلك اللي 10 سنين هون بهالزنزانه، ما عملت مشكله مع حدا ولا تعديت على حدا، بس مشان تبقى صفحتي بيضة على امال انهم يطالعوني ويعرفوا اني مو تبع مشاكلي. السلام عليكم عمي. اهلين نوري. عمي بدك مني شيء يا مروح بيه؟ سلامتك. بس انا رايح المشوار اللي قلت لك عليه. على حب النبي خليني اروح معكم عمي. لا نوري، نحن حكينا بهالموضوع ومش الحال. انت لازم تضل هون مشان ما حدا يحس. امرك عمي. الله يحميكم. إيه يا عبود، يا سلام لو بتزبط معاه وبتطلع من السجن وبترجع لحارتك، تاخذ بدارك من اللي ظلموك، تاخذ بدارك من الزعيم ابو شكري ومن نوري وابو جمال وابو يونيس، لك من كل اهل الحاره. يلا خاطركم. الله معك. مع السلامه. في بالك على حالك. مع السلامه. ما يكون لك هم. مصحوب السلامه باذن الله.
لا تحكي الهم، باذن الله برجعوا سالمين غانمين بجاه رب العالمين ان شاء الله. تصبح على خير. وانت باهل الخير. مع السلامه. مع السلامه. الله يسلمك ديات. يا الله ديات، الله يرضى عليك. ايه ليش ما اجى اخوك نوري معه؟ يا مو قال راحت عمي ابو شكري في موضوع بيناتهم. طيب يا مو خلينا ناكل. اخي نوري شكله مطول وانا والله متت من جوعي. لك اصبري شوي، هلا بيجي ابن عمي وبناكل كلنا سوا. لك رح موت، رح موت من الجوع. يلا طيب. ها هي اجا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين. طولت لك أمي، طولت. شو بدي ساوي؟ كنت عند عمي أبو شكري. يلا يا جماعة يلا خلونا نتعشى. شو جاتي فطوم غانا؟ ميتة من جوعي يا أخي، ميتة من جوعي. خسا جوع، سموا بالله. بسم الله. تفضلي أمي. الرحمن الرحيم. يسلموا هاليدين. خدي فطوم. يسلموا. تفضلي لأخوكي. شوفي. أنا كمان. يلا. أهلين يا مو. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يرضى عليك يا أبي. حط لك تاكل. لا أبي، مالي جوعان. شو وينه أبي؟ أبوك راح مشوار وقال بجوز تأخر. شو وين كاين أنت؟ بالطاحونة. أيوة أكيد بيكون نوري راح لعند أبي وقال له إنه أنا اليوم سلمت عليه من دون نفس. طبعاً بده يمسح جوخ على حسابي. بس لا يا نوري، ما حذرت بنوب. نوب وعليكم السلام. يلا يا رجال خلينا نتحرك. قولوا الله. قولوا الله. شلون الله. يلا يا رجال. والله اللي بينازني عليك يا عمي، ليش ما رضي انه اطلع معه؟
كتير حلو. قمح وسلاح. شوفوا يا رجال، هذا القمح والسلاح اليوم قبل طلوع الضوء بيكونوا عند أبو بطرس. مفهوم؟ مفهوم زعيم. يلا يا رجال. خير معلم نوري؟ بلا ما تقولي شو عم تعمل هون بهالوقت؟ والله غليان قلبي على عمي. اي ولا يهمك، صلي على النبي وكل الله لما يرجع وسالمين غانمين باذن الله. ان شاء الله. يا ان شاء الله يا رب يا ابو مرزوق. مساء الخير. قصدي صباح الخير. شو عم تسوي هون من صاص الليالي يا شباب؟ لك ما تفتح الباب يا ابو مرزوق. سيدي يعني بركي كان شي حرامي بلا ما نفتح. شه، معقول تخاف من حرامي وانا موجود؟ بعد الحرامي اذا بده يجي على الحاره ما راح يدق الباب. افتح، هذا من اهل الحاره. اوام افتح. ابو مرزوق، هذا عمي ابو شكري. افتح افتح الباب يا ابو مرزوق. حاضر. أهلين عمي. أهلين وسهلين. طمني، كيف صارت عمتي معادن؟ إن شاء الله صار الخطر. إيه الحمد لله، تحسنت منيح وما فيها شيء هلا. الحمد لله، الحمد لله يا رب. إيه والله. شو يا عزام؟ شو اللي مسهرك لهلا؟ والله يا زعيم أنا حسيت بحركة بالحارة. بقيت لحالي يا ولد يا عزام. قوم شوف شو في بالحارة لكان. ايه شو علي؟ الله يعطيك العافية. وبدكن تقنعوني انك كنت عند اختك يا ابو شكري. ايه شو علي؟ مثل ما بقول المثل، يا خبر اليوم مصاري بكرة ببلاش لكان. حولي على حالك. انت ليش قاعد هون ولا ما تقوم تلاقي لك شغله تشتغلها؟ طيب شو بدي اشتغل يعني؟ والله ما بعرف، قوم زبط لي اليطق تبعي، قوم لاقي لك شغله اشتغلها احسن ما لك قاعد هون. عم يستر على عرضك تركني، الله وكيلك مالي ناقصك. شو ها؟ اسمعوا لا، بتزين كلامك وما بترفع صوتك بوشي، فهمت ولا لا؟ لك عمي شو قلت لك حتى جاي عم تتبلاني؟ شبك شو بدك فيني؟ خلاص ولا؟ لك لا تضرب! لا تضرب! اجي على بالي يضربك عم ضربتك، الك عندي شيء؟ ابو صغر! ايه اللي عند منك؟ مو عيب عليك تضربه للشاب؟ شو عامل له؟ ليك عبود، الله يستر عرضك، انت لا تتدخل بالمعمك بنوب احسن لك. ها؟ ايوه، شو بدك تعمل يعني؟ عبود مشان الله، مشان الله، والله القصه ما لها محل زي تتخانق مشان يعني خلص طول بالك، طول بالك، مشان الله طول بالك. لا تتدخل بيني وبينه رشيد، وقف على جنب انت لك، واقف، واقف هو. فرجيني شوف لك تساوي. بدي اكسر له راسه وبعدين اكسر لك راسك. لا لك عبود، ايدها بصخر هي، ما حدا استرجع ومسكها قبل منك بنوب. لا تاخذنا. ها؟ لا لك عبود، انا ابو صخر. ولا ما بتعرف مين ابو صخر يعني؟ انا ابو صخر لك عبود. انا ابو صخر. لا يا عبود، لا.
اسمع ابو صخر، هالمرة رح مرق وياك، مرة تانية ستدرب على رشيد ترموني يالك منوب. اسمعوا يا رجال، اللي بيقرب على رشيد ترموني ياله. ها ايه بقى، من بعد اذنكم الكل بده يدفع، والدفع هالمره فرض. وي انا اول واحد. نحن بيعمرك زعيم. شرف سيدي. تؤمر يا زعيم شرف. بدك ما تواخذني زعيم، بس انا متضايق شوي وهي امكانياتي. مسيك ابو جمال، مسيك. كلنا بنعرف انه وضعك ما بيسمح، وهي انا راح ادفع عن ابو جمال. بارك الله فيكم. تسلم يا زعيم. هي كمان انا غيابي رح ادفع. دوام المحبة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وهيك صاروا بكفوا، وباذن الله انا اليوم رح اوصل هدول المصاري للرجال بالغوطة. الله يقدرك على فعل خير يا زعيم. ابو الطهر. نعم سيدنا. تعال عندي لهون. مور سيدي. مين اللي عمل فيك هيك؟ ما حدا سيدي، ما حدا. شلون ما حدا؟ اللي عم اشوفه وشك، مين ضربك هالضرب؟ سيدي ما حدا بيطلع له مع ابو صخر، بس انا كنت نايم وشفت حماتي بالمنام، قمت اتفركشت واجيت على خلقتي. يعني مو عبود اللي ضربك؟ قلنا لك سيدنا عبود ما دخله، لا من قريب ولا من بعيد، شوفت حماتي عملت فينا هيك. فوت لجوال. نعم سيدي. هذا الكتاب في اسماء المساجين اللي لازم يطلعوا بنص المده، موقعه انا والكولونيل. بتروح وتعطيه للرقيب عصمت وبتقول له يوديه على سجن القلعه مشان يطلعون، وبترجع لعندي بسرعه. يلا. امرك سيدي. بتأمرني شي معلم شكري؟ لا اروان شغلك روح. حاضر. يلا. إيه انا شو دخلني لحتى يدفعوني مصاري؟ يعني ضروري كل العضوات يدفعوا. لسا كل يوم والتاني بص عملي يا شكري، بص عملي يا شكري، بص عملي يا شكري.
وين عم تروح هالعملة ما حدا بيعرف. خلاص إذا شي يوم بدهم يقولوا لي تعال على اجتماع العضوات ماني رايح. إيه ماني رايح. هيك أحسن شي. العضوات قال عبدو. نعم علي. جيب لي كاسة شاي. هي على عيني. علي عزام كيفك؟ الحمد لله سيدي أنا بخير. علي العنصر إنك عاوزني ضروري شوفي. إيه والله سيدي امبارح بعد نص الليل كنت طالع دوري على أحياء الحارة وإذ شفت لك الزعيم فايت على الحارة وأوعي كلية غبرة وحالته حالي. إيه وعرفت وين كان؟ سيدي قال إنه كان عند أخته لأنها كانت مريضة وتعبانة بس الحقيقة مو هيك لأنه مثل ما قلت لك كانت أوعي كلية غبرة وحالته حالي يعني أكيد ما كان عند أخته. ماشي عزام ماشي أنت رجع هلا على حارة اللوز ولا تخبر حدا أنك قلت لي هالحكي أوعك. أمرك سيدي. هلا عرفت وين راحت الموني بالسلاح اللي كان جاينا امبارح على السرايا. كيف بدي اخلص منه لهذا الزلمه كيف؟ ماشي يا ابو شكري ماشي نشوف مين راح يكسر راس الثاني. انا بورجيك وانا الوكيل طلحت. وهي احلى كاسه شاي لاحلى عبود. الله يسلم الديات. تفضل معلم. عارف شو؟ منيح لي ما فسد عليك. بس بتعرف والله عجبني هالأبو صخر، عجبني تمام. خصوصي لما سأله مين عامل فيك هيك؟ بقول له شفت عماتي بالمنام وتفركشت على وشي. اي والله معك حق. اي بس معلش شيء، معلش شيء خليه يتربى. اتقلى معك لأنه. والله ما رح أنسى لك ياها يا عبود، عن جد ما بعرف كيف بدي كافيك. نحن بخدمة الطيبين عمي. أهلين بالزعيم. أهلين سليم. على راسي والله. أبو عمر هون؟ إيه تفضل زعيم. يلا. يا جماعة صار الوقت إنه نفتح مدرسة بهالحارة. العلم صار ضروري للكل. والله يا عمي ياسين بوجودكم أنتم متعلمين نحن ما عندنا دور. ليش عمي ليش؟ يعني الحكيم صار يدرس دراسة والحلاق بعد كم سنة بصير الوضع قديمة. طول بالك عمي طول بالك ربك هو اللي بيرزق. قولتك استاذ ياسين بني هلا انت مو ناوي تتجوز والله حلاك. والله يا معلم يونس الله لسه ما رد. بس انت امتى ناويها؟ هلا انا ناوي بس بس شو؟ عليم الله انت زينة شباب الحارة وكل العيال بتتمنى تناسبك. انت حلاق بتعرف شو يعني حلاق؟ يعني اي باب بتدقه ما بترجع خايف. لك الله يجبر بخاطرك يا استاذ ياسين ان شاء الله نعيمة. مسيك خلي علينا. لا مرة ثانية يلا يلا السلام عليكم. نعيمة الله معك. يا بي يا بي هلا انت ما بدك تجوزني؟ مرحبا حكيم. اهلين ابو احمد. شو الزعيم لسه ما اجى؟ لسه بيكون قاعد عندهم هنيك شن الهوايات والغوطه بيردوا الروح. ايه الله يهنيهم. ايه سيدو شو رايك اعزمك على كاسه الشاي بالقهوه؟ لا شلون صار وعزمتنا؟ لك معقول؟
هلا بدك تيجي معي ولا لا؟ ايه معقول يا روح على حالي عزيمه من ابو احمد. دير بالك على الدكان يونيس. امرك يا ابي. خاطرك عمي يونيس. الله معك عمي ابو احمد. خاطرك عمي يونيس. إيه كنت اخر لك شوي، شايفنا عم نحكي انا وابي. بدنا نتجوز يا. مرحبا عمي يونيس. اهلين عمي سيد. ابي زعلان منك. وليش بقى؟ مو قبل شوي انا حلقت لك، ليش راجع لعندي هلا؟ ابي زعلان منك. ليش؟ لازم ما تحرق لي الصفر، لازم تطلي اياها شوي. والله يا سيفو، عمك ابو يونس علمنا كيف نقصر الشعر، ما علمنا كيف نطوله. لا بقى هيك كثير، ما دخل، بدك تطول اياهم. اه، طيب تعال عندي بعد شهر انا بطول لك اياهم، شو رايك؟ لا كثير هيك. لا مو كثير، بعد شهر تعال وعلى مسؤوليتي انا بطول لك اياهم. ماشي. بيسرى ايتك. سلم لي على ابوك عمو. الله يسلمك، بدك يا عمو؟ الله معك. قوم فز على حيلك انت ويانا شوفوا لك. اليوم طلع قرار سياده الكولونيل، في 30 سجين رح يطلعوا بنص المده، وفي اربعه موجودين عندكم بالمهجع، اللي بيقول اسمه يجهز حاله ويضب اغراضه لانه رح يطلع من بكره الصبح من هون. فوزي الزركلي. حاضر سيدي. مبروك. مالك معلم؟ على راسي. جابر البلاط. حاضر سيدي. لك شبح. حاضر سيدي. فرح من قلبك يا رجل. صالح الحسن. حاضر. ايه ها هيك بدي اياك. الحمد لله عبالكم جميعا. ان شاء الله الف مبروك. على راسي يا رجال. ان شاء الله عبال عنكم يا رجال. ذكر ما تنعاد. ايه سيدي، مين هو الرابع؟ سمعنا لنشوف. عبد الرحمن الشامي. الله اكبر. الله اكبر. مبروك يا عبود. لا عبالك يا رشيد. عبالك. ان شاء الله الف مبروك يا شباب، الف مبروك. يلي طلع اسمه يجهز حاله ويضب اغراضه لبكره الصبح، واللي ما طلع اسمه ينبر وينام. يلا لشوف. رشيد، هدول 10 سنين ظلم قضيتهم وهو متحبس، كنت عم بستني هاي اللحظه لحتى تطلع، لحتى اروح اتدين من اللي ظلموني. ابو ضاي، من عليك الطلب؟ قل لي يا ابو ضاي. انسى اللي راح يا عبود، وسامح كل الناس يلي ظلموك، وبلش حياة جديدة يا أخي. لا لا يا رشيدة، إلا ما حبيتها منك منوبة. عم أقول لك مستني اللحظة، استني لحتى دوقن الويل اللي دوقوا لي إياه. لك هدول 10 سنين قضيتهم بالحبس، والله والله، واللي اسمه والله كل يوم قضيته هون لحتى دوقن المر بداله. ما عجبك حكي مو هيك؟ يعني ليش هيك عم تحاكيني يا ابي؟ لانك ما بتفهم. يعني اليوم ضروري تستنى لحتى اطلع فيه لتقوم تدفع المصاري؟ هدول المصاري مو رايحين لبيت ابونا يا فهيم، هدول رايحين للناس يلي عم يحموك ويحموا البلد. خلص يا ابي، خلاص يعني بالاخر دفعت. بالله بعد شو؟ ها بعد شو؟ هلا انت ما راح تعال وتصير زلمه بقى؟ بتعرف شو المشكله يا بي؟ انت بتعاملني كانه نوري هو ابنك مو انا ابنك. لك يا ريتك مثل نوري. هلا معقول انا ما عرفت ربي؟ معقول؟ يا ريت اخلاقك مثل اخلاق نوري. بس لمين طالع؟ ماني عارفه. رب العالمين ما بينسى حدا يا اهل حارة اللوز. ويليكي رح اطلع من السجن
بس في حساب بيني وبينكم عن 10 سنين كبيتهم من عمري. قديش مشتاق لاشوفك يا خالتي ام ياسين، قديش مشتاق لاخذ بتار دموعك من اللي ظلموني. لسه الخير لقدام يا اهل هارت اللوز. يلا بخاطركم روح عود امي، عود كمل ابنك. بدي روح على الفرن امي. الله معك. الله يرضى عليك. الله معك. مع السلامة ابي. ماشي بي. خليني نزلت من هون. كم عينك؟ حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم يا رجال. والله عم بشتاق لك يا رشيد. والله وانا كمان. يا عمي بس تطلع من هون بخير وسلامه ان شاء الله بتجي لعندي مني على الحاره. بس اطلعنا. توكل الله راح تطلع ان شاء الله راح تطلع. يلا السلام عليكم. يلا. الله معك. السلام عليكم. السلام عليكم. الله معك. مع السلامه. لحظة سيدي بعد إذنك. هذا ودعني أبو صخر؟ مهوني عمي روم، الحمد لله على سلامتك، مهوني. هيك ناشفة يعني أبو صخر؟ خلصني أنت وياه بقى ولا؟ بدك تقضي لها سلامات؟ تكي سيدي الله يستر على حريماتك، تكي بس. أبو صخر؟ شو بدك؟ أخي أخوك الصغير غلط مع منك، ما بتسامحوه؟ الله يسامح على حماتي. الله يسامحك. الله يسامحنا جميعا. اهلين ابو عبد. يا عمي ابو صخر. اي سيدي هذا رشيد زلمه ابو ضاي وزقرتي ما خرجوا مشاكل، بدك تديرنا بالك عليه. شعر شواربي بقلبي وعيوني. روح عمي روح اتكل على الله. والله على راسي. اهلين عمي عبد. يلا السلام عليكم. الله معك. طول ما شفتوا منا. الله معك. السلام عليكم. السلام عليكم. الله معك عبود. الله معك عبود. الحمد لله على سلامتك. الله يفك اسرنا كرامي لمحمد يا رب. تعال لجنبي رشيد تعال. ان شاء الله بتنذكر وما بتنعاد. ماشي يا اهل هاتي. هلا بفرجيكم عبود الجديد. اذا ما بخليكم تشتهوا الموت وما تلاقوه ما بكون عبود الشعبي. ولسه الخير لقدام يا اهل هارت اللوز. يا شام العز بيحلى.